السلام عليكم، أنا محمد غنايم. فكر معي في هذه اللعبة، يوجد أمامك 5 أشخاص، الشخص الأول فقط يرى، أما الأربعة الباقين أعمياء. يوجد حفرة أمام الشخص الخامس، والشخص الأول فقط من شاهد الحفرة كونه الوحيد الذي يستطيع النظر. يريد تحذير الخامس، ولكن لا يمكنه تحذيره مباشرة، يجب أن يكون التحذير عبر الأشخاص الموجود بينهما. فقام الشخص الأول بإخبار الثاني عن الحفرة، والثاني للثالث، والثالث للرابع، والرابع بأعلى صوته: توقف. فتوقف الشخص الخامس في آخر لحظة ولم يسقط. الآن تخيل لو أن الشخص الثالث كان مخادع وتأخر في إرسال التحذير للرابع، كان سيسقط الخامس صحيح. أو لو أن الرابع لم يصرخ بأعلى صوته، ربما لم يسمعه الخامس وسقط صحيح. إذن لتحقيق السلامة للخامس، يجب على 5 أن يعملوا بالكفاءة العالية والتزامن الدقيق. هذه اللعبة البسيطة التي تفاعلت معها الآن تحدث في جسدك ملايين المرات في اليوم. فالشخص الأول بمثابة العين، والثاني الدماغ، والثالث منطقة أخرى في الدماغ، والرابع العصب الذي يحذر العضلة، والخامس والعضلة نفسها. فلو كنت تمشي وأردت التوقف لأن حفرة أمامك، يبدأ الأمر من 1 إلى 5 بالترتيب. فالعين ترى الحفرة فتحذر الدماغ، ثم الدماغ يحذر منطقة أخرى في الدماغ، ثم تلك المنطقة تحذر العصب الذي سيحذر العضلة، ثم تحذر العضلة نفسها وتتوقف عضلات القدمين فلا تسقط. هذا الأمر أو هذا الأسلوب تستخدمه في كل مهارات حياتك. لو أردت التكلم، المشي، الابتسامة، يتم عن طريق هذه الآلية، آلية 5 خطوات. لنفرض أن أحدهم ضربك كف كما يقترح صديقه هنا في الاستديو. تعال أشرح لك عمل هنا أحسن، تعال. فأنت عندما يضربك أحدهم يحدث لديك سلسلة من ردات الفعل، مثلا تغمض عينيك، تفعل هكذا، ربما تضع يدك على مكان الألم. كل ردة فعل من هؤلاء لها آليتها الخاصة. فمثلا عند وضع يدك على مكان الألم يخفف تلقائيا، هذه الآلية تسمى بالنوسيسيبتور ريفليكس، يعني ببساطة كل حركة تقوم بها خلفها تفاعلات وتعقيدات كثيرة جدا. ولو بدأ الأمر سهل لنا، ماذا يعني أن أمشي؟ الأمر بسيط. لا تعلم أن 43 عضلة تعمل في القدم الواحدة عند الخطوة الواحدة فقط؟ تخيل. طيب نلخص الموضوع إلى الآن. الجسم تعقيداته كثيرة، سأضع هذه الجملة هنا. كل حركة تقوم بها ولو بدت بسيطة لك ليست كذلك. هذه الجملة وضعتها في زاوية الشاشة هنا حتى نبدأ الموضوع عليها الآن. الآن فكر معي في هذه الجزئية. تعرف أنه عندما يولد الطفل لا يتكلم، لا يمشي، لا يفكر، لا يستطيع التمييز بين الخطأ أو الصواب، يعني مهاراته المعقدة تكون غير موجودة صحيح. يكون لديه بعض المهارات الفطرية مثل الرضاعة فقط. يعني لو وضعنا طفل بعد الولادة مباشرة في غابة، برأيك كم نسبة نجاته؟ 0%. صحيح. قد يقول أحدكم الآن: طرزان نجا، طرزان نجا في مخيلتك. فنحن البشر خلقنا الله سبحانه وتعالى لا نستطيع العيش إلا بوجود راعي لنا بعد الولادة، أقصد تفكر. بينما على الطرف الآخر بعض أنواع الزواحف مثل السلحفاء تعيش دون رعاية لها، تضع الأم البيوض وتذهب. الله يضع في السلحفاء الفطرة اللازمة للبقاء على قيد الحياة. فتلخيص النقطة الثانية من الموضوع أن الإنسان بعد الولادة لا يستطيع العيش إلا بوجود راعي له، وتكون مهاراته بعد الولادة 0. الآن انظر معي، يوجد لدينا طفل بهذه المميزات، مهاراته 0، لا يستطيع العيش بدون رعاية، ليعيش يحتاج أن تكون مهاراته معقدة. برأيك من يمكنه أن يحول هذا الطفل الغير فعال إلى طفل فعال؟ الوالدين صحيح. وكأن وظيفتهم دمج النقاط السابقة لينتج لنا الرجل متزن واعي. هل تعرف كم يأخذ ذلك منهم من وقت وجهد ومال، وكم يعانوا لأجل ذلك؟ فشخص هبك الحياة ورعاك وعلمك دون مقابل منك في فترة لم يكن ليرعاك أحد سواه، ثم استمر في رعايتك حتى دون أن تحتاجه، ألا يستحق أن ترعاه في حياته وفي الفترات التي لن يرعاه فيها أحد سواك، ثم تستمر في رعايته حتى دون أن يحتاجك؟ ألا يستحق؟ ألا يستحق من أوقفك ثم أمشاك في الوقت الذي لو تركت به ما كنت لتمشي، أن توقفه وتمشيه في الوقت الذي لو تركته به ما مشى؟ ألا يستحق؟ ألا يستحق من علمك الكلام وأساليبه وبناك أن تبتسم له وتضحك له وتخفض له جناح الذل من الرحمة؟ ألا يستحق؟ ألم تفكر لماذا الله سبحانه وتعالى عندما أمرنا ببر الوالدين قال: اخفض لهما جناح الذل؟
أمرنا بالتذلل لهما، تذلل الرحمة. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.